هذا القانون مقدم من الأخوة في مجلس الأمة، وإحنا دورنا كان دور تعاون وتفاهم منذ اليوم الأول، ومستعدين أن نطلع مع فريقنا الاستشاري بعد إذنك الأخ الرئيس أن نشارك في المناقشة، وجاهزين تماما للمناقشة، ونحن نؤيد من حيث المبدأ نؤيد هذا القانون. نشكر جهود الإخوان في اللجنة والمكتب الفني وكل من ساهم بشكل أو بآخر في هذا إنجاز هذا القانون. الحقيقة استقر في الأسس الدستورية لوطننا الحبيب وفي عقده الاجتماعي لأهمية دور رأس المال من خلال أسواق حرة تشكل أو في تشكيل اقتصاد منتج وعالي الكفاءة. كما لا يخفى عليكم أن وظيفة القوانين الاقتصادية بحسب فهمنا يجب أن تكون في بناء بيئة عمل ووضع أطر تنظيمية ترفع من كفاءة وقدرات القدرات الاقتصادية المستهدفة، وتنظم العلاقة بين أطرافه، وليس تأسيس شركات بشكل معين. لكننا في نفس الوقت ننظر بإيجابية كبيرة لهذا المشروع الذي هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وكما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله. الوضع الأمثل ألا يكون تأسيس شركات بقوانين، إنما القوانين تؤسس بيئة صديقة للأعمال ومشجعة ومحفزة لها، وتشكل الشركات ببيئة أكثر حرية في الاقتصاد الحر. على العموم أنا أريد أن أشير إلى تقرير لجنة النفط عن مؤسسة البترول، وأريد لا أريد أبداً أن أكون مدافعاً كوني مسؤول، إنما أتفق تماماً مع كل ما ورد من ملاحظات على المؤسسة، وأعترف أن المؤسسة فيها من الترهل، ترهل الهياكل وعدم القدرة على الإنجاز. ربما كثير من القضايا مبررة وهي عندكم، أن التشريعات التي تحكمها مقيدة، سواء في قانون لجنة المناقصات أو في المشاركات الدولية لزيادة الإنتاج، وهي التحدي الكبير لنا في الكويت بالمقارنة مع إخواننا في دول الخليج العربي. هم قفزوا إلى مستويات عالية من الإنتاج، ومن أيضا قضية المشتقات البترولية وغيرها، لأن البيئة عندهم أكثر حرية في التصرف والتقدم بشركات جديدة، ودورة الأعمال لديهم في شركاتهم تعامل كدورة أعمال قطاع خاص، ولذلك طبعا يكونون أسرع منا في هذا الإنجاز. هذه الأمور ممكن معالجتها، دعونا ممكن معالجتها ويجب معالجتها. كل ما قيل عن تأخر المشاريع، أوضاع المقاولين، عدم تحقيق التحول للصناعات البترولية والمشتقات النفطية، غياب أي حوافز للشركاء الدوليين ليعينوك، كل ما ذكرتوه في مبررات وجوب إطلاق هذا القانون هو بالنسبة لي صحيح 100%، وربما القانون يكون رافعة لتكوين شيء في الاتجاه الصحيح. ورأينا الخسائر التي ممكن أن تطال يعني المال العام في الهدر الذي صار في قضية تأخر المشاريع فقط، فما بالك بتكلفة الفرصة البديلة التي مرت علينا مرور الكرام عدة مرات ولم نستفد منها أبدا. هذا ضيع على الكويت الكثير. نحن
الآن في صدد دراسة كبيرة من مستشار دولي لتقييم كل هذه الأمور من حيث في مؤسسة البترول، سواء هيكليتها، أدائها المالية وغيرها. كما أيضا يجب إعادة هيكلة رأس مال المؤسسة، لأن رأس مال المؤسسة ما زال كما أنشئت في العام 81، وهذا ألقى بظلاله على وجود مرسوم للتحاسب ثم الاضطرار إلى الاحتفاظ في أرباح المؤسسة. الآن مجموع الأرباح المحتفظ فيها يصل إلى 7 بليون دينار، هذا يؤثر كثيرا على سيولة ودخل الدولة. الحل يكون بحل إعادة هيكلة تصعد برأس المال إلى المستوى المطلوب والفعال. أما بالنسبة للقانون فنحن تعاوننا مع إخواننا الذين بذلوا الجهد الأكبر في هذا الموضوع في اللجنة، ومقدمي القانون الأخوة الكرام من النواب الأفاضل، وتعديلاتنا عليها تعديلات شكلية، المطلوبة شكلية واصطلاحية، ونريد أن نحسن من صورة القانون لأنه في الأساس لجذب شركاء دوليين في الشركات التابعة للشركة القابضة. ونحن من حيث المبدأ نوافق على القانون طال عمرك، وما عندنا مانع في التعاون في المداولة الأولى وكما كذلك في المداولة الثانية، وسنقدم كل التعديلات المطلوبة وهي شكلية واصطلاحية لا تؤثر في جوهر وصلب المشروع، سنقدمها مكتوبة بإذن الله يوم غد على للجنة.